السلام عليكم. السلام عليكم، انا علا، اسمي علا. اضحكوا براحتكم، بس انا عايز اقول لحضراتكم انا مش فاشل، ولا عمري كنت فاشل، ولا عمري هكون فاشل ان شاء الله. وحكايه نجاح مذهله رهيبه هتعرفوا من خلالها ايه هو سر النجاح. انت دمك شربات يا عم عمار. انا عايزك بقى كده تدعي لي بقى رايح بكره الصبح ان شاء الله استلم الشغلانه الجديده. ربنا يوفقك يا عولي يا ابني. يا رب. مش هتحتاج اي فلوس ولا حاجه؟ شايلك التقيل يا عم عمار. امشي. والله انا يعني معاك. امشي بس. مش محتاج والله يا عم عمار. عشان لو حصل حاجه، احتجت حاجه. امشي. ربنا يخليك. ايه ده؟ دول 2 جنيه. الحمد لله. صباح الخير. عاملين سكرة؟ بالهنا والشفا. بقول لك ايه يا عم حامد؟ عايز بقى بكرة عيد ان شاء الله. ان شاء الله عليك. علا عبد الكريم مرزوق. طيب الأنسة علا ما جاتش معاك ليه؟ ما حضرتك انا الأنسة علا. حكيم انا ابويا الله يرحمه حضرتك حب يسميني علاء، فموظف السجل المدني نسي الهمزه فبقيت علا. امي ساعتها قالت له حلو قوي يا عبد الكريم، علا علا يا اخويا، ده حتى رزق البنات واسع. ومن ساعتها بقيت علا، بس رزقي مش واسع. مكتوب هنا في السي في ان انت اشتغلت في اماكن كتير قوي. سبتها ليه امال؟ ها؟ سبتها ليه؟ ما انا ما كنتش فاضي بقى يعني. انا حضرتك انا هستلم الشغل الجديد امتى؟ دلوقتي اذا حبيت. عارف يا علا، انا من ساعه ما شفتك ارتحت لك، بس خد بالك اهم حاجه عندنا هنا التعليمات. ما تقلقش، عيني مش هتغفل لحظه واحده، هتلاقيني صقر. ايه؟ انت عايز تطير الشغله من ايدينا؟ ليه؟ زي ما انت شايف الشركه هنا ما بيقولهاش غير مره واحده في الاسبوع ياخدوا منها الميه، بقيت الاسبوع كله نايم. تعرف تنام يا علا؟ ما تقلقش، عيني مش هتفتح لحظة واحدة، هتلاقيني بروطة. شكلك هتطول معانا يا علا. يا معالي الباشا، احنا وراهم سيادتك. هم متنكرين في زي ضباط شرطة سيادتك. غفلونا وسرقوا مننا البوكس سيادتك. عملنا ايه؟ غفلناهم وسرقنا الميكروباص بتاعهم. احنا ما تغفلش علينا يا باشا. تعمل حسابك يا علا، من بكره تجيب بيجامتك معاك، ورديتك 12 ساعه،
تنام منهم 11، بعد كده تقوم وتجهز عشان اجي استلم منك. حاضر يا عم حسونه، هنام 11 ساعة وهصحى من النجمة علشان انا بحب الالتزام جدا. برافو عليك. فين الهمة امال؟ يلا بقى يا عم حسونه بقى، عايز اشتغل، هطير الشغل من عينيا. يلا يلا مع السلامة، ما تتأخرش عليا بقى، لو اتأخرت انا نايم يعني. ماشي يلا يلا. السلام يا عم حسون. بقول لك يا معالي باشا، بقول لك يا باشا دي خيانه، واعتقد كده ان الخيانه دي مننا فينا، يعني من دقنه وفتله. اطلع وراهم وراهم. وانت أم من هنا، وانت حاسب الميكروباص وحصلني، وانت ورايا. سلم نفسك يا بلعوط، سلم نفسك انت وكل اللي معاك، ما تحاولش الهرب، المكان كله محاط. لا اله الا الله. انا بصراحه مستغرب يا باشا، اول مره اشوف عصابه هي اللي بتطلب من ضابط البوليس انهم يسلموا نفسهم. خلاص الدنيا خربت، ده انتوا هتشوفوا ايام سودة. انا افديك بروح يا باشا. واضح ان الضابط اشرف ده مش هيجيبها لبر. انا جالي حتة الدين فكرة. ايه يا باشا؟ احنا نسلم نفسنا. لا يا بلوطي باشا، نسلم نفسنا ايه؟ لا انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ ده احنا البوليس وهم العصابة، احنا لو سكتنا لهم كده هيطلع مكانهم 100,000 عصابة وصورتنا هتتهز قدام الشعب. عندك انت يا باشا، احنا مش هنسلم نفسنا يا عصابة الضابط اشرف، والسلاح كتير وخير ربنا كتير، واحلى ما في خيركم اركبوه، مش هنتهز. يا لهوي الله يخرب. انا هقلبها لكم دندارة يا عصابة الضابط بيه. المثل بيقول إذا كنت إخوات تتحاسب. طبعا الخسائر دي كلها اللي حصلت أنت لا تتحمل مسؤوليتها. تحتلش أنا زمان بيه، تحتلش أنا، كل ده عندنا. تصدق بالله؟ لا إله إلا الله. أنت أكبر غبي شفته في حياتي. الله يحفظك. مش غبي عادي، لا ده أنت حيوان، وحيوان مقصر كمان. ربنا يعمل بيتك متشكر جدا. اتفضل بقى. اتفضل مع السلامه. اتفضل بقى ايه؟ اتفضل بقى مع السلامه وادفع اللي عليك بقى. انت ما شفتش ايه اللي حصل النهارده؟ اتكل على الله. طيب حاضر، ورقك عندي.
ماشي. اتفضل اتفضل اتفضل. بلو واشرب بلو واشرب ميته. اتفضل. ومعانا ومعاكم من قلب الحدث المواطن. لا اسمك؟ حضرتك انا اسمي علا وحارس الامن بتاع المنطقه دي كلها يعني، بس اللبس ده لبس الشغل بتاعي لان كنت شغال ونايم ومأنتخ وبشخر لغايه لما حضرتك بقى ايه يعني البوليس دخل عليا بقى وبعديها العصابه وقنابل وضرب نار وميه وشغلانه ما يعلم بها الا ربنا يعني. بس انا الحمد لله يعني قمت بما يمليه عليا ضميري وعملت الواجب تجاه بلدي وتحيا مصر. الراجل الكبير دي. يعني الزعيم دي. يعني الملك ملك عليا الطلاق يا بص، جايبه لك عصابه احدث عصابه في 2016 وفي 2015. ما خلاص بقى في ايه العصابه دي يا بص، مش هقول لك ان هم مسجلين خطر، بس يكفي ان هم يحط على اولاد رزق واولاد رجب. السيد حمدي سواق قطر. السيد حمدي متخصص في سرقه الاشياء الدقيقه، يعني مثلا بشرق الكحل من العين. ارجع ورا. الباتشينو جنيس العصابة، سابق عصره وسابق أوانه وسابقني عداري وإحنا جايين. الباتشينو 5 أواضي إصارة سرسرة و6 بلبلة و7 بروح بدري عشان أمي في البيت. ولا أنت ليه سموك الباتشينو؟ عشان قلبتي وحشة. طب ارجع ورا. أوي أبو سليم اللبان. الحتة الشمال. الحتة اليمين. أدي نفسك أبو سليم. لا مؤاخذة. محسوبك حرامي، بس أفلام مفيش فيلم لما دخلته في السينما وسرقته ونزلته على النت. الشباب معذورة ولازم تستمتع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيكم في عصابة الأنتريه الأحمر. أهم حاجة عندي الوفاء. اسرق، اكذب، خون، بس بوفاء. بايه؟ بوفاء. حلو حلو. ما تقول سلام عليك يا سعولة، ليك حق ما تعبرناش. طالع في التلفزيون ومتسبب في جريمه وخسائر بالالوفات من قدك يا عم علا. وتلاقيك اترفدت زي كل مره، ودلوقتي تخش تعمل عروسه. بقول لك ايه يا عم حنواني؟ بقول لك ايه؟ انا مش فايق لك بقى. وابعد عني الساعات. طب والساعة الجاية؟ يلا يلا اتكل على الله. خد ابنك بقى واتكل على الله، انت بتشيش قدام ابنك. يلا اتكل على الله يا اخويا. بنطردنا يعني؟ ايوه بنطردك. يلا عاش ولا كده. مع السلامة. قلت لك ادخل في البيت وانا جايب لك. اتكل على الله. اديك وعرفت المطرح. مش تنضف بقى اصحابك يا عم عمارة. الاول الحمد لله على السلامة يا مطر يا مطوار. انت كنت اسد. عم عمارة شفت اللي حصل يا عم عمارة؟ شفت، واللي انت عملته ده اكبر صح. انت كنت اسد. صح يعني ده ما اسمهوش غباء. غباء ايه عم عمارة؟ اوعى يا عم عمارة تكون بتكذب عليا ها واكون غبي ولا فاشل. صريح. اخسى عليك يا علا يا ابني، انت تعرف ان انا ممكن اكذب عليك؟ بصراحة لا. سمحنا يا رب. بتقول حاجة؟ لا يا حبيبي. نبتدي الشغل. ده المطلوب. نشطفه. نردعه. نوكله. مش عايزة تقولي حاجة؟ نختزبه. انت قلت كل حاجة غير شغل العصابات. نخطفه يا اخبية. الساعة 7 جت. مش عارف اعمل ايه بقى يا عم عمارة. البت دي من ساعة ما سكنت هنا من شهر وانا بقالي سنة هموت واكلمها. وانا هظبطك تظبيطة معاها عسل. يعني هي ممكن تحب واحد زيي؟ هانت يا حضرة الظابط. انت اللي جاي ان شاء الله. مدير الامن جاي علينا يا فندم. طب روح انت. يا اهلا وسهلا مع الباشا. حته بلطجي وشويه صيح.
مش عارف تقبض عليهم يا حضرة الضابط؟ لا انا عارف اقبض عليهم واعرف اقبض على اي حد يا فندم، وانت عارف كده كويس. وتفضل بقى حباية الضغط عشان الكلام كده يطلع كويس. مية قولي مع الوزير. هو انت ما بتبلش في بقى حضرتك فوله؟ ما تقولوش، لازم يعني ولد ماشي. قولي معالي الوزير وانا قايل له ان انت اكفأ ضابط عندي. ما انا فعلا اكفأ ضابط عندك، ولا يكونش عندك اكفأ مني؟ عندي اكفأ منك ألف مره، لكن انا عامل خاطر لوالدك سياده اللواء صاحبي عشره العمر. لا انا مش هسمح بالاهانه دي تاني يا فندم، واذا كان ابوها صاحبك فالكلام ده على القهوه. ولد ناسف سخنت حب. امسك. مش ماسك. امسك يا ولد، ده ملف قضيه جديده عايزك تدرسها كويس قوي. قضيه حلوه بقى وفيها شويه اكشن حلوين، ولا هنتعب نفسنا على الفاضي؟ اه فيها اكشن يا فندام. قضيه البوس ماكس عبد الرؤوف اتفق مع عصابه جديده على عمليه جديده، عايز كل اخبارهم توصلني كامله، يعني تراقبهم، مفهوم؟ عمارة في ايه؟ وايه الحنجرة اللي صوتها عالي ده؟ دول اصحاب وصلات الامانة اللي انا كاتبها على نفسي، جم وقلبونا. ويقلبوكم ليه؟ انتوا كوباية شاي ولا ايه؟ ويقلبوكم وانا موجود؟ ليه؟ هما مفكريني علا بجد؟ ده انا اروح اديهم بالجزمة عم عمارة. مسامح كريم يا علا. لا ما عنديش الكلام ده عم عمارة، لا عاش ولا كان اللي هزقك ويقلعك هدومك عم عمارة وانا موجود. ده انا علا، انا هروح دلوقتي اديهم بالجزمة. انا رايح اديهم الجزمه يا عم عمار. انا بقول المسامح كريم احسن، وانا مش لابس جزمه اصلا. على الله يا عماره، الاقيك نازل من باب العماره، عشان لو لقيتك تحت هعلقك، وانت عارف انا هعلقك منين. قبل 10 الصبح لو ما لقيتكش مجهز الفلوس محضر كفنك. ماشي يا عم التربي. ها؟ لا بقول للمسامح كريم. بحسن يلا بورع. هضبة المقطم، ده المقطم نفسه. شكرين يا رجاله على الوقفه الحلوه اللي وقفتوها معانا، ألف شكر. اتفضلوا انتوا وكملوا الضرب. وقفة حلوة ايه اللي وقفوها معايا؟ وقفوا كده ايه؟ اللي هم قلعوا يعني في الجو الساعة ده؟ دي الوقفة؟ وايه الجيبة اللي انت لابسها دي يا عم عمارة؟ خلاص بقى يا كسفتني يا عم عمارة. يو يا عولا تعال عايزك انا. نعم. حتى المرمى اللي انا رايحها مش حاضر اروح. ليه؟ اللي كنت معتمد تجيب لي رشيد. ما تقلقش ما تقلقش يا عم عمارة، أنا اللي هنزل وأروح مكانك. طيب، وأنا أقول يا ابني حديلك خريطة بسيطة مبسطة آخر بساطة. يا نهار ألوان يا عم عمارة، بقى دي الخريطة السهلة؟ أنت بتختبرني؟ ماشي أنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم، أدي دي الخريطة بتاعت الفيلا دي، وده شارع النجار. طيب السلك ده لو طلعنا معاه كده 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 هيوصلنا للجنينة دي. معقولة؟ ايه ده؟ ده نايم. اه مين ورايحين فين؟ ده بيسألنا. يلا بص بص بص
انتوا فضاع المعديه دي يا اخوانا، احنا قاعدين في الشارع ولا ايه؟ قاعدين. لا الليله كده مش نافعه، ودي اصلا مش خريطه عم عماره اهو. ايه انا هتصرف، جيب لي خريطه جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد بقى الفيش طالعه من هنا. ازاي ايه سايبينك لوحدك ليه كده؟ اكيد مش مستنضف حد فيهم صح؟ الله حلو قوي الفيلم ده. بقول لك ايه، هي ليه العصابه بتجري ورا البيبي ده؟ ها مالها الاعصاب؟ اشرار هم. ايه ده، انا بقى لي فتره اصلا ما بلعبش كاندي كراتش، لكن غيروها بقت اربعه ولا خمسه. متاخروا ليه جوه اولاد ولا بلاش؟ يا عم يا اسطوره يا اسطوره، الواد سيد واخد المسدس بتاعي. هتديله سيد المسدس بتاعه؟ المره اللي فاتت قلت لي هتطلعين العمليه دي بمسدس. اديله. استنى انا هشوف في ايه بره، وانت بقى احكي لي بقى اللي فات. ها بقى بلاوي، لو ما قلتش الواد فين يا مراد يا حناوي، هناكلك هم النمي يا روحي. يلا جايبالك ماما. يخرب بيتك انت، ايه اللي خلاك تتصل دلوقتي؟ البهدوره ممكن تيجي في اي لحظه. الو يا بنت فكيها، الله انت مش عارفه اللي انا في عمليه. هات البايب يا اسطوره. في ايه؟ مش عايز تديني البايب بتاعي. اديله البايب يا سيد. انت مش قلت لي المره دي هتاخد بايب؟ اديله. خد يا عم. مش ده يا غبي، زميلك. خد. وانت انا علقت وزهقت، ما تقول الواد فين؟ انا قلت لك البودي مش موجود هنا ومحدش هياخده مني ولا اقول تاني. بس يبقى احنا نقطع له لسانه يا اسطوره. ولسانه ليه يا عم؟ ده جوه، ونقطع له ودنه بره. طب ودنه ليه؟ ما نشيل له الجزئيه دي كلها. الراس؟ اه يلا. وانت عرفت الواد فين عشان تقتله؟ لا. طب مش نعرف الواد فين وبعد كده نبقى نقتله؟ طب ما نقتله الاول وبعدين نعرف الواد فين. يا لهوي يا لهوي، فين الواد؟ الحمد لله. ايه ده، فين الواد؟ فين الواد؟ انا ما اعرفش هو كان قاعد هنا، بس ممكن تلاقيه جوه. جوه؟ اه اه. طب امسك. ايه ده، امسك امسك، ده مسدس. لو اي حد سال عليا انا جوه. حاضر. ليه ليه هتعمل ايه؟ هخطف. ايه؟ ما انا شرير. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ده مش ناموس، ده راموس والله العظيم. تلاتة ده الناموس قد الفستقاية. هو الباتشينو اتأخر كده ليه؟ ما تطلع تشوف ده ازاي؟ ما تطلعي انت على رجلك يعني نقش حنة؟ ولا هديك من اللي في رجلي. هو الواد راح فين؟ الواد راح فين؟ الواد راح فين؟ مش عارف. لو سمحت يا اخي سؤال بس. نعم يا فندم. ما شفتش عيل صغير هنا معدي؟ كان لابس نظارة؟ ايوه. وطاقية ملونة كده؟ بالظبط. وكان معاه المسدس ده صح؟ ايوه هو ده. لا ما شفتوش، اصل انا كنت مستخبي هنا يعني. الحقوني. امال ايه الشوط ده؟ الباتشينو الباتشينو. لا
السلام عليكم. بقول لحضرتك ايه؟ فلوس بس يعني الاوردر بتاعت النهارده عشان اروح. طيب. طب بقول لحضرتك ايه؟ طب حق بس الكوتش اللي انا يعني. طيب ربنا يفك زنقتك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب ما انت بترد اهو. ايه؟ وصوتك عليني كمان. امال لو بصيت جنبك وشفت المفاجاه. انت بتتكلم ازاي وبقك مفتوح؟ خارج يا جدع. انا خارج. سكر وسايح. حضرتك والله العظيم انا ما عملت اي حاجه. انا جاي راكب الهون الدش مكان عم عماره وخلاص مش عايز فلوس. ده انا ركبك مكان الدش دلوقتي. على جنب يا اسطى وحيد ابوك. ابني الابلسه. طفل بودي كان هو الهدف يا فندم. صح. بس واضح ان اعصابه بروفيشنال. بروفيشنال ايه؟ ده لابس كوتش احمر. في بروفيشنال يلبس كوتش احمر. اكيد مرات مراد الحناوي اللي هي مهاجره بره ديت الخواجايه هي اللي بعتت العصابه عشان يخطفوا الولد ويبعتوه لها بره. تاني هترجع تقول لي خواجايه ومسافره بره وياخدوه ويروحوا بقى والكلام ده؟ يا ابني مفيش الكلام ده. ده مصري ولابس كوتش احمر وانا عارفه وهجيبه. الواد فين؟ يا عم عمارة. ايه مالك؟ ما شفتش الواد؟ واد ايه؟ بودي يا عم عمارة. بودي مين؟ اللي كان نايم جنبي في السرير امبارح. كان نايم جنبك؟ ايه مين؟ هو ده بقى بودي يا عم عمارة. اه بودي. طلع فن تكييف يا عم عمارة. ما شاء الله. عسل. هو عسل وانت ابيض. ربنا يخليك يا عم عمارة. ربنا يخليك. تلاقيه جعان. في سندوتش طعميه بالبدنجان جوه هدخل اجيبه. بدنجان ايه وطعميه ايه؟ انت عايز تموت الواد. طب خلاص اجيب له سندوتش طعميه بس. اسكت خالص. انت تاخد الفلوس دي وتجيب له علبه لبن بسرعه. اللبن يرضع؟ ايوه. لبن يرضع. لو سمحت حضرتك. مدام. ايوه. هو البيبي ده ابن حضرتك؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله. هو حضرتك بترضعيه؟ نعم. لا انا قصدي يعني ازاي؟ دليل الادب. لبن يرضع. لبن يرضع. لبن يرضع. لا في حاجة؟ ازاي؟ هو ايه اللي ازاي؟ بلاش بلاش. ازاي؟ الظاهر ان ازاي بتزعل اليومين دول. منين؟ بترضعيه منين؟ يا حيوان يا وقت. في حاجة؟ السفل ده بيقول لي بترضعيه منين؟ أنا أقول لك يا حبيبي. مين ده؟ عصام. ايوه انا عصام. ايوه ايه عصام ده؟ البوس يعني؟ لا عصام اخويا. ده تستهبلي؟ اخوك ايه؟ ده اخويا انا.
مقاسك كام في الجزم يا عصام؟ مقاسي مقاس 40. 40 يا مرغاني. تمام يا فندم. خده على البوكس. لا بوكس ايه ده؟ بقول لك عصام اخويا. هناخده نطبق الكوتش على رجله، طلع مقاسه هنسحي لامه، ما طلعش مقاسه هنطلعه لك بالسلامه. وبعدين اخوك ما شفتوش ليه يوم الفرح؟ كان مسافر. ثانيه واحده، وانا مش قبضت على واحد الاسبوع اللي فات برضو كان واقف معاكي؟ اه. ده مين بقى ده؟ ده بابا. هسيب شغل انا بقى واقعد اركز في بابا وماما وجد وسيادته اللي انت بتقفي معاهم في الشوارع، صح؟ بقول لك إيه؟ ايه؟ احنا نفسخ الخطوبه دي احسن. عم عماره. عم عماره. انت جيت يا علا؟ لا ما جيتش. طب لما تيجي بقى صحيني. حاضر. قوم يا عم عمار. ايه؟ قوم ايه؟ ايه؟ انت نايم وسامي الواد، الواد فين؟ الواد عامل ايه؟ على ساعة واحدة من ساعة ما سبته. يعني ايه؟ يعني شكله عمال على روحه. وعلى سريري؟ البس. أنا لا. خمسين سنة عولة بشربه يوميا وما ادمنتوش. ايه مالك؟ انا فاشل يا عم عمارة، فاشل. لا انت مش فاشل، انت حلو زي الفل وصدرك سالك. حلو ازاي بس يا عم عمارة؟ ده انا حتى مش عارف اكلمها. يبقى لازم تتوصل لرقم تليفونها. اه صح. طب بقول لك ايه، انا عندي فكره. ايه؟ انا هنط من على سطوح بيتها على المواسير على اوضتها واقوم واخد الموبايل ورنن لك من عليه. حلو حلو. طب افرض يا صاحبي وقعت من على المواسير على جدور رقبتك. ده انا كده ممكن اتعور. طب بقول لك يا عم عماره، فكره تانية خالص. انا هستناها في الشارع وراكب موتوسيكل وحاطط على دماغي خوذه عشان بس لو عديت من على لجنه ولا حاجه ابقى في السليم. واستناها وهي خارجه من الباب تعبتها واخطف شنطتها واقوم نازل من على الموتوسيكل وجاري وفاتح الشنطه واخد الموبايل بتاعها وارن لك. الله عليك الله عليك. طب افرضنا يعني فتحت الشنطه ما لقيتش الموبايل. انت بتقفلها ليه بقى يا عم عماره؟ ان شاء الله هلاقي الموبايل. انت بس فكر معايا، نشتري الخوذه منين؟ اه صح، نشتري الخوذه منين؟ طب ما تاخد تليفون. تليفون مين؟ نور. انت معاك تليفون نور يا عم عمارة من الصبح وسايبني؟ انت ايه، سرقت الشنطة بتاعتها ولا ايه؟ الو. الو. مين معايا؟ سيدي ده انت اللي سبت وتاج راسي من فوق. ايه ده، في حد يخش كده على طريق انت ماشيه كده عكس؟ انا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. انا عولة. ايوه جارك واللي بيحبك قوي قوي، وانت اكيد حاسه بكده. لا مش صح، انت اللي مستعجل. انا فعلا مستعجل يا نور. هو العمر فيه كام ثانيه بقى؟ بقول لك ايه، انا داوبني الشوق. انا هسكت ومش هرد عليك. طالما هتسكتي بقى يبقى السكوت علامة الرضا يا مجرى العيون، قصدي يا نور العيون. طب يلا عشان ما تبطلكيش العربية. بقولك ايه، زي ما بيقولوا بقى في الأمثال،
جزرة وقطمع جحش. أنا هاجي وقابل أبوكي ونتجوز. طب لو راجل عاملها؟ لا ده أنا راجل قوي يا بيت، أنا راجل قوي نور، ها مش عشان عولة يعني. الرجولة مش بالهمزة على فكرة. وبكرة هتشوفي. يلا باي. استنى نور العيون، ما تتأخرش بالليل، ها شبه غير برضو مكسوفة وما بتردش. يا حبيبي عم عمارة، حبيبي سيدي ويصالك. تحب تشربوا حاجة بالجاهلية؟ انا عايز سهلة. تشرب يا عم عمارة. اطلب يعني؟ حلمة حصة وكرسي معسل تحت عمك زغلول. حاضر. اللهم صل على النبي. طمن على الواد بودي. لا ما تقلقش عليه، انا سايبه تحت عند البواب بيلعب مع عياله. بس احنا استعجلنا وجينا، ده احنا حتى ما كلمناش الراجل عشان نستاذنه. يا عم عماره خير البر وعاجله. الله، بقول لك ايه، انا عايزك بقى ما تدوسش علينا، يعني التقيل عليهم والخفيف علينا. شكلك كده مالي ايدك من البنت قوي. ده هي اللي طلبت. وقالت لي لو راجل تعال اعملها، وكانت مش هجلالي اغنية سيدي وصالك بتاعت بهاء سلطان. سيدي وصالك؟ لا 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 لا. يبقى المفروض انا اتقل شوية. لا شوية ايه، ده انت تتقل قوي. اذا كان عنيش انا ما بحبش الصفرة، وعايزين بقى الشبكة تبقى دبلتين ومحبس. عيار 18 ده الدهب ولع. ماشي. وبالنسبة للأطفال أنا بقول نأجل الموضوع ده شوية، ولسه المستقبل قدامنا بقى كتير. ويا عين العقل على بركة الله الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة يا سيدي، ما أنا قلت لك كل حاجة تبقى سامها هي، ما أنا ما غلطتش. طيب يا عم. أمين يا عم. صدق الله العظيم. الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله. أهلا وسهلا. هو انت يا حقير يا غبي؟ ايه ده؟ هو انت ابو العروسة؟ عروسة مين يا كلب؟ الله، طب ما دام طلعنا معارف كده يبقى مش هتسألوا علينا. وانت مين يا جربوع انت كمان؟ ده عم عمارة. بقول لحضرتك يا عم مختار. طب برا. عم مختار احنا نهدى بس كده وننسى اللي فات ده احنا هنبقى نسايب. اطلع برا انت وهو. اطلع برا كلكم. كلكم مين؟ ده احنا اتنين بس. هلا اطلع بره بدل ما اجيب البوليس. ليه تدخلوا حد غريب بينكم؟ خلي زيتكم في دقيقكم. زيت ايه ودقيق ايه وزفت بره؟ ايه بره. خلي بالك يا عم مختار، خلي بالك، انا بحب بنتك نور وهي بتحبني. ها يعني ممكن نهرب ونتجوز مع بعضينا كده بعيد، ونخلف بقى عيل صغير زي القمر، وتتحرم من كلمه جده جيني جه. جده جيني جه. هو مين اللي جه يا كلب؟ مين اللي جه؟ ايه ده في ايه؟ بره. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ مالك؟ في قلة ادب يا هانم، في قلة ادب. لا امال ايه سيدي وصالك؟ ولو راجل تعالى شوف يا ابوك الراجل الشايب العايب بيعمل فينا. شايب عايب ايه؟ اطلع بره يا كلب. بره. مش عايز اشوف وشك هنا. وكمان ربنا يسامحك. انتوا عارفين لو فشلتوا بعرفوش تجيبوا الولد، فضحت تبقى بجلاجل قدام كل عصابات نيويورك والساحل وبوبيومي وعزبه الوالده. لا فين عزبه الوالده دي؟ بعد حلوان وقبل كفر العلو. عارف انت بنزين تشيل لما تعدي ده وقعت وحط امك. انا بس بطمن. كله من مراد الحناوي. يا بص، مراد الحناوي ده هو اللي كذب علينا، وما يعرفش ان اللي بيكذب بيروح النار. فسيب لنا يا بص بقى الطلعه دي، افتح له باب جهنم بايدي. احنا كل اللي عايزينه الولد يا بت، الولد. يا نهاركم اسود، بقى بتخطفوا العيال عشان تشغلوهم حراميه يا شويه صيع. ده انا هخليكم تكرهوا اليوم اللي جيتولي فيه النهارده. وانت انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي ابلغ عنهم يا باشا. خلاص يا الدنيا خربت يا شويه جزم. ها يا باشا، الواد ده كان عايز ياكل الراجل ده. ميل وسجيني يا ولد عمي، ميل وسجيني. السلام عليكم يا دكتور. سلام احبابكات. اثبت محلك. كلمة سر الليل. كلمة سر الليل ايه؟ انت عجبها خضيت الواد. انا داخل جوه. في ايه جوه؟ جوه في جريمة قتل، وابعد من هنا لحسن البوليس ما يجي بالمنطقة. بوليس؟
ليه انت مش بوليس؟ لا انا عسكري. هو سيادتك ظابط؟ لا. هو مراد بيه مات صح؟ ايوه بس انا سمعت ومتاكد ان هو في المستشفى. مستشفى؟ ايه انت حافظ مش فاهم. سلام عليكم. انا نازل بقى يا ماما. ربنا معاك يا حبيبي. شفتي انا جبتك معايا وانا بقبض على الحراميين والمجرمين اهو زي ما وعدتك. عايزك بقى ايه تفتخري بيا وسط صاحباتك. شور يا حبيبي انا سو براود اوف يو. انت فعلا براون يا مامي. انا بحبك والله. وانا كمان. خلي بالك من البوكس. ممكن العب بيه شويه؟ لا ومالكيش دعوه بالسرين. بحبها. طب العبي بيها شويه بس صغيرين. حاضر. هخش لوحدي؟ شوف نسيتني. ايه يا سعد؟ وراي كل ليلك حب عيد وانت جنبي ومش بعيد يا حبيبي خدني ليك. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا حبيبي انت وهو كل اللي مقاس رجله 42 يجي كده. اخلاص يا حسين امك نيلت ايه؟ خدت علبه الكرياتين بتاعتي وخدتها ليه وهي اساسا قرعه؟ اقفل دلوقتي اقفل. خد يا بنت انت هنا المنظر ده انت يا بنت تعالي يا بنت ما تزوميش. انت مين يا بنت؟ انت ممرضه جديده؟ ايوه انا ممرضه جديده يا نيرسيز. واسمك ايه يا بنت؟ اسمي علا. لا اسمي شيماء. طب قولي لي يا شوشو انت متجوزه؟ لا متطلقه بس مصاحبه كتير. شكلنا يا بنت هنبقى اصحاب. لا انا ما بصاحبش بنات. قولي لي يا بنت انت حاطه في شعرك كرياتين؟ لا حتى جيز. اخريه قرده ناعم ومسحلل. بص بطولك كده. يا نهار اسود. في ايه يا بنت؟ خدي هنا انت صوتك اتحول كده ليه؟ لا لا يا ابليدي اصل انا نفسيتي كده يعني متاخده عليا يعني حاكم خطيبي التاني قفشني مع خطيبي الاولاني. وعملتي ايه؟ خطيبي التاني اتفسخ الخطوبه بقى. هم كانوا ثلاثه. اختي اللي قولي لي انت اسمك ايه؟ اسمي سعاد. عشت الاسامي سعاد. سعاد كلمني. ايه ده؟ مين ايه؟ انتي قاعده في بيتكم. مش انت اللي ندهت عليا وقلت يا سعاد؟ وانا هعرف اسمك منين انا عشان انده لك؟ ما انا قلت يمكن انت حسيته بقى فندهت عليا. وانت اسمك ايه بقى؟ حسيت يا بنت ما تتلم وتقف على بعضك. الله ده يا اختي الاشكال اللي تحدف علينا دي. احترمي نفسك. انت شغاله هنا؟ لا جاي استجم. باجي هنا خميس وجمعه كده يعني ارفه عن نفسي. تحب اجيب لك زماره ولا اجيب لك بالونه؟ لو ما سكتيش هفرقعك. ماشي يا بالونه؟ ثم كده دي اوضه مراد الحناوي؟ ايوه هو مرمي جوه في غيبوبه وان شاء الله هيتكل على الله ويموت ويريح. هو انت بتسال عليه ليه؟ ها هو سرق منك حاجه؟ اوعى يكون عكس مراته. احترمي نفسك يا بنت انا ظابط. انا اسفه يا باشا معلش والله حقك عليا. ثانيه واحده بس هرد على التليفون. مين بتتصل؟ ده جوزي. يلبس جزم؟ هو اساسا جزمه. ماسك 48. ايوه يا حسين معلش يا باشا. ايوه يا حسين. ايه حسينات جوزي الله يخليك على سنين. اهو ابوك اهو. مراد بيه. مراد بيه اصحى بقى انت هتستموت فيها ولا ايه؟ مراد بيه ابوس ايدك بقى فوق بقى وصحصح عشان تاخد الامانه دي بقى وتريحني. مراد بيه والنبي والنبي يا دكتور. والنبي ايه؟ والنبي يا دكتور
هو انت يا حلو؟ لا مش انا. اخيرا وقعت في الخيه. فين الوالد؟ مش معايا. سيب. لا سيب بقول لك. سيب وانت ايه بقول لك؟ اه فين انت؟ ما تسيبونيش. دوّر مش هتفيني. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ انت راح فين؟ انا بسألك وانا بدور معاك. شفتهم كلهم، مفيش ولا طفل فيهم ينفع. ما انا عارفه ان الاعلان لازم ينزل كمان يومين. وايه الحل يعني؟ اكيد مش هختار حد مش عاجبني. خلاص اوكي اوكي يلا بقى. هتشربي ايه يا بنتي؟ ممكن ليمون. حاضر. وانت؟ وانا عايز قرفه بحليب عم عماره، وما تنساش تغير اللواد. انا كنت جايه لك عشان كل ده ما بتسأليش. بكلمك انت يا هانم ولسه جايه تفتكر دلوقتي انت ايه؟ وبكل بجاحه ممكن ليمون؟ افرضي ما عندناش ليمون احنا. طب خليني انا. قولي. ايوه يا ست هانم، انتوا ايه؟ قلوب الناس ايه؟ لعبه في ايديكم تلعبوا بيها زي ما انتوا عايزين وترموها لما تزهقوا؟ اهو انت انتوا على قلوبكم مراوح ها؟ ومشاعر الناس تنداس. انما لازم تعرفي كويس، انا مش هموت ولا هعيش. انا هنام مع ذكرياتي يمكن اقدر انسى واسجن نفسي جوه نفسي، يمكن أصعب على نفسي. وأفوق أفوق من حبي ليكي. إيه إيه يا عم؟ إيه ده؟ إيه الروشة اللي أنت روشها لي دي؟ أنا آسفة إن أنا جيت هنا، أنا مش عارفة إيه اللي جابني. أنا آسفة. خلاص أوعى أوعى. طالما اعتذرتي خلاص أنا هسامحك. أنا
هشرب القرفه بحليب وهروق دلوقتي خلاص. اسمع. نعم. انا جيت لك هنا بس عشان الولد الصغير اللي كان معاك. مين الولد ده؟ ولا اعرفه. بودي ده ابن اختي. ابن اختك انت؟ انت مستغربه يعني عشان الشبه يعني؟ لا خلي بالك يعني احنا عائلتنا كلها كده. يعني شعرهم اخضر وعينهم صفرة كده. شعرهم اصفر وعينهم حمرا حمرا وودانهم بيضا واسنانهم صفرا. ليه؟ افاتار؟ افاتار في الهوا شاشي. لا 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 ايه ده؟ ايه ده؟ هو يعني ابن اختي بس هي انا قفشت معايا شويه العيله يعني. ماشي بغض النظر، المهم انا عايزه الولد ده في اعلان. ماشي فيا ريت يجي لي الصبح. طب وهو هيعرف يجي لك لوحده ولا ايه؟ ايه ده؟ انت اللي هتجيبه طبعا. طيب وانا مين اللي هيجيبني؟ خلاص طالما هاجي لك عشان الاعلان يعني فانا سامحت خلاص، اعتذارك مقبول. ماشي. انما قولي لي بقى هو اعلان ايه؟ ايه اعلان صامت ولا ايه؟ انت يا بني ادم انت داخل الحمام، ايه اللبس البلياتشو اللي انت لابسه ده؟ حضرتك الملابس اللي انت عملت تتريق عليها دي ها وتقول لي بلياتشو مش بلياتشو، دي ملابس متكلفه جدا، وبعدين دي اصلا يعني مناسبه جدا للاعلان بتاع الاطفال ده. انتوا مش بتعملوا اعلان اطفال ولا انتوا شكلكم اسرائيليين بتعملوا انت بتقول ايه؟ مناسب مش مناسب، انا عايز اصور بالطفل وبس. خلاص اخد الولد بقى وامشي بقى. خد يا اسطى. لا 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 ما حضرتك عمال تقول لي عايز الولد وبس وبتعمل لي كده اهو، انا ما حدش يشوح لي. قال لا حضرتك لو مش موافق على الولد انا اجيب لك ولد تاني. لا لكن انا هصور يا سيدي هتصور، بس انا عايز الولد اخد بيه الشوط الاول. لا يا اخويا لا انا يا هو. يا اخي ده انت غريب قوي. يلا يا جماعه يلا عايز اشتغل. يلا جاهزين؟ انا جاهز حضرتك. يلا اتكل على الله. 3 2 1 اكشن. بصي بقى نجرب ده. حفاضات فاين بيبي ناعمة وكلها أمان وتتاكل أكل. إيه تتاكل أكل دي؟ إيه تتاكل أكل دي؟ إيه تتاكل أكل دي؟ ما هي دي حفاضات، هي حلاوة بالقشطة. يا سيدي ما تجودش، قول الجملة. حفاضات ناعمة وقوية ومناسبة لطفلة وبس. يا اخي اسمها حفاضات اصلا مش حفاضات. لا وبعدين هي الجمله انا مش مستوعبها، هي جمله تقليديه. ده انا عايز انجح لكم الاعلان بتاعكم. انت بتعمل ايه؟ انا عايز انجح لكم الاعلان. يا سيدي ينجح يفشل مالكش دعوه، انت قول الكلام وبس. خلاص خلاص يا طلعت يا عم سيبه يقول اللي هو عايزه. في مونتاج يا حبيبي، في مونتاج. اتفضل اتفضل حضرتك قول اللي انت عايزه. هات لنا الطفل والنبي اهو. في مونتاج وكل حاجه. انا هروح اجيب بقى الولد. ها اللهم صل على النبي. اجر الولد اهو. ربنا يخليك. خمس سنين. اللهم صل على النبي. طب وحضرتك بقى اجر انا فين؟ انت تجري بره الاستوديو خالص.
حلو حلو يا استاذ بوسيدي. ايدك تمشي بس المخرجة نور، وانا مش هخليك تنفع ببصلة. طب استاذ بوسيدي حضرتك، بالنسبة للحفاضات اللي جوه دي يعني ممكن اخد منها شنطة؟ ايه مش ليا ده للولد. انت ايه فرحان بصوتك؟ نور 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 لو سمحت لو سمحت اتكل انت على الله بقى. اتكل على الله بقى يا اخي. لا اتكل يا استاذ، ربنا يخليك. هروح اجيب الحفاضات واجي. ايه رايك؟ لا هايل قمر بجد. اه والله ميرسي. وانت كمان قمر على فكره. البيبي. البيبي ماله؟ ما انا قمر وانت قمر. البيبي ايه؟ بقى عم بودي في الحاجات اللي انا اشتريتها لي دي؟ ايه عينك في البلالين؟ هجيبهم لك يا سيدي. يلا مش خساره فيك. يلا اقعد في العربيه دي كده واربط الحزام. ها اوعى تدوس في رامل ولا حاجه. بقول لك لو سمحت. اتفضل يا فندم. البلالين دي بكام؟ 150 جنيه يا فندم. كلهم ب 150؟ كلهم 150. هنفعك. هات. شكرا. بودي 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 بودي. احنا قلنا كام؟ 150 يا فندم. ماشي 15 فاضي. اركب. إيه لا علشان معايا شنط. الصلاه على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. تفتح لنا باب. يا رب يا رب. الصلاه على النبي، انت اول زبون يحط رجله في العروسه دي. يا ربنا يبارك لك فيها يا رب. لسه بتلين. يا عزك يا رب. ان شاء الله قصتها يكمل على وشك الحلو دوت. يا رب ان شاء الله. ايه الشنط الحلوه الكتير دي؟ دي بتاعتي. ما شاء الله ما شاء الله. الله وانه الحلو ده دبودي. اللهم صل على النبي، ربنا يخليه لك. يلا يا عم واقف في الشارع ليه؟ خلصت يا سيدي. ما بالراحة يا عم الحيل. ولا انت ايه ما سمرتش وانت صغير؟ يا كلها بقت مستعجلة كده. ايوة يا سيدي مستعجلة عشان عايزة تروح شغلها عشان تاخد حقها يا اخويا. دي عليها صلاة حبيبي. انت قد مش بتاع الفيلا؟ لا مش انا. والواد ده معرفوش. ده بودي. شش بس. طب وانت مرتبك ايه؟ قول بدل ما تهزك. استغفر الله العظيم. اخلق مش شبه 40. ابو سنين. ايوه نفتالين. حاسس انه هو معلش معلش اطلع هنا بسرعه. مين دول يا عم؟ انت لسه هترجع؟ اطلع بسرعه ربنا. معلش انا اقطع حضراتكم. شكله هو وهل. لا ما عرفش انا ماسكه بايدي. لا لا مش قصدي على ده، انا قصدي على ده. ده ايه هل؟ ايوه بس هنا. الله يبارك لك يا اخي. لا بس انت هربت منهم بالسياعه. انا شفت السياعه بتاعتي. هما مين دول؟ لا دول مافيا. مافيا؟ مافيا. كان باين عليهم هما بيكسروا عليا. انا ذنب امي ايه في اللي حصل ده دلوقتي؟ معلش معلش خد خد انا هروق. امسك 5 جنيه بحالهم. ما 5 جنيه دول اجيب بيهم حاجه للصداع اللي جالي ولا ايه؟ اعمل بيهم ايه دول؟ لا انت تشرب بيهم كوبايتين عصير قصب لوحدك هتروق ده. لوحدك. هو ده بقى كل اللي حصل يا عم عماره. ونجيت منهم بعجوبه انا وبودي. بس التاكسي فشفش بقى يا سيدي. اللي يجي في الريش بقشيش. انا ما كنتش خايف على نفسي على فكره ولا على بودي. لا انا كنت خايف على الشنط اللي فيها الهدوم الجديده بتاعتي. لا ما تخافش وتعيش وتدور. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ استنى استنى يا عم عماره. خطف ابن رجل الاعمال مراد الحناوي. خطفوه
خطفوه امتى ده؟ خطفوه ايه يا بني ادم؟ انت بتركز شويه، ما هو معاك. طب والعم عمار؟ انا مش عارف. انا نسيت الاعلان اللي صورناه. ده انا عامل فيه حته دمشق. اتنهي. مش فاضي حواقي مالك اعلانه من حاجه بس, بس 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 يا عم نزل ايديك. ايه ايه ظبطي حواجبك؟ ظبطها ومالها حواجبها؟ ما حواجبها زي الفل. ايه بقول لك ايه؟ انت ما خليتنيش ارقص وده حقك، لكن تمد ايدك عليها لا، ده حقي. ايه هتبمبر؟ ايه هتبمبر؟ هتبمبر تعالى. لا مش هنا. تعالى هنا. لا مش هنا. تعالى. لا نور نور نور. عايز تعمل ايه؟ ايه انت مش عارف انا مين؟ هقول لك بقى انا مين. اه انا شوقك. خد خد عايز انا مين؟ ها عشني ولا لا؟ انت عملت شيء شحنية ولا ايه؟ ولا ايه؟ عارف انا مين؟ ها؟ هو فين؟ انزل لفوق. لا مش نازل. ما هو رح ينزل. لا ها عليه ضغط شوكه. تقوليش مخبر يا اختي؟ طب اقعد اقعد تعالى اقعد هنا. قوم قوم بالراحه بالراحه بالراحه. حاسب حاسب تعالى تعالى. معلش انا عايز اشرب ميه. طب اقعد بس اقعد 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 اقعد. قولي بس انت ايه اللي جابك هنا؟ كنت عايز اقول لك يا نور وقف الاعلان. اعلان ايه اللي الغيه؟ زمان اعلانات الشوارع اتعلقت خلاص، ده غير اعلان التلفزيون تلاقيها يتذاع. ليه يا سيف؟ اه والله بجد. بص انت اللي بتستفزني. معلش معلش خلاص معلش. الله بختي بقى. طب قولي بقى انت ليه عايز توقف الاعلانات؟ اسمه ايه؟ معرفش معرفش. انت اسمه ايه؟ والله العظيم ما اعرف. انت هتنخمضنا ليه؟ والله ما اعرف. افتكرت هو حضرتك اسمه اسمه علا. علا وعلا ده بقى اسمه ولا اسم امه؟ هو حضرتك المخرجه اللي اسمها نور عارفه مكانه هو والبيبي. حلو استعنا عشان لا لا بس يا ست. اه كل ده بقى اللي حصل أي. لحد ما جيت لك
وظبطت شوكت. ايوه شفتي له وانا بضربه؟ اه فظيع، انبهرت جدا. يلا والله ده لولاكي بس. بالراحه بالراحه. لا خلي بالك والنبي. يلا استنى 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 استنى. في ايه في ايه؟ العصابة اللي فيها ست تخينة في العربية التخينة دي، انا مش عارف بيطلعوا لي منين. طب شد حزامك، انا اخرجت اكشن كتير يا ست. انا مش بتاع اكشن، انا بتاع كوميدي. تعالى نقعد نشوف الحوار ده. تعالى. ايه ده يا منير؟ انت جاي عشان تفرجنا على اعلان بتاع عيل صغير بيمثل فيه على اساس ان انا محمد السك وهكتشفه؟ يا باشا افهمني بس، عايز اقول لحضرتك بس بلا تقول بلا تعيد. مين اللي مع البيبي ده؟ مش ده الواد الغاب بتاع شركه الامن؟ هو بقى يمثل؟ خلاص بقى اي حد يمثل؟ انت جاي تغيظني صح؟ جاي تضايقني يا باشا. الاعلان ده اتذاع النهارده واحنا من تحرياتنا عرفنا ان هو اتصور بعد الحادثه. عرفت مكان الواد ده؟ نعرفه حالا يا فندم. اوعدني يا منير. اوعدك يا فندم. اشرب اشرب عصير. انا بحب الفراوله يا فندم. لا الفراوله ده انا اللي هشربها. لف يا حالي. لحقت من البنيات قوي بقى. تعبت من البنيات؟ طب خد دي. حلوه صح؟ انت كل اللي اعرفه ان اسمه علا وهو اللي جاب البيبي وهو اللي مشاه. هيخطف الواد ويصور بيه اعلان؟ ده قلبه ميت. معلش اعذرني. مش لازم اخلف تاني، كفايه عيل واحد. اوبا افتح افتح افتح. ودي ايدي كمان يا باشا. دي هاكلها وانا مروح. فردة الكوتش دي بتاعت علا صح؟ علا وهو اللي خطط لجريمة السرقة. هو وهو اللي خطف الولد. خطف. ما ترد معايا او انت عندك فرق توقيت. بس كلامي بس يا حبيب. تعالى مفيش حد هنا. ومحل الملابس ده بتاعك اهو؟ لا ده مش محل ملابس، ده مخزن الملابس والاكسسوارات بتاع التصوير، وده بقى احسن مكان تستخبوا فيه من العصابه والبوليس وكل حاجه. طب انا بقى وانتي وابننا هنعيش هنا لغايه امتى؟ ابننا مين؟ بودي. انت وبودي هتقعدوا هنا لحد ما نثبت براءتك. نثبت براءتي ازاي بس يا نور؟ واللي في ايده براءتي ما بين الحياه والموت. انا خلاص انكتب عليا عيش مطارد طول عمري. ايه الافواره دي؟ مطارد ايه؟ ما تقلقش انت بس، انا هروح دلوقتي اعدي على المستشفى هبص عليه يمكن تكون صحته اتحسنت. المهم خلي بالك من نفسك. الدرجات دي خايفه عليا؟ ايه ده، انا خايفه على اوعى. خايفه على بودي مش عليك. لا تفتكر بس حاجه ثانيه. لا هفتكر. طب خلي بالك منه لحد ما ارجع. مش عينيا. ما تتحركش من هنا. حاضر. طب كعبلني كعبلني بس بس. ايه هنضرب بعضينا قدام الولد؟ هيقول ايه بقى؟ بابي ومامي متخاصمين. بابي ومامي. اسمع. سلام. باي باي. بودي 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 بودي.
يعني انتوا ما حدش فيكم يعرف مكان علا؟ لا. لا 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 لا. ولا يعرف ازاي خطط للجريمة؟ لا. ولا يعرف حاجة عن الولد؟ لا. امال قلتوا قال ايه؟ كنا مصاطيل يا باشا. وفوقتوا دلوقتي يا اخويا؟ طب تعالى بقى معايا يا حلو يا جميل انت، عشان جايب لك حاجة حلوة في الاسم. حاجة حلوة ازاي يا سعادة باشا؟ جايب لك بونبوني. لا ما هنا فيه العلبة كاملة وللأسف ما باكلوش خالص، عندي السكر. بوم بوم يا سعادة الباشا في سكر. يلا حاجة يلا خدوهم على الاسم. باشا احنا نسينا موضوع الناس اللي كانوا بيستجوبوا البوصيلي تاني. هترجع تقولي بوصيلي يا حبيبي؟ نظرية المؤامرة دي موجودة في خيالك انت بس يا باشا. احنا عندنا دلائل بتقول ان هم ما فيش دلائل ولا زفت. معنى كلامك ده ان الواد علا خطف الواد لحسابه وقام قرطس العصابه، صح؟ صح. واستفاد ايه بقى هو؟ يساومهم يا باشا ويساوم ابو الولد. صح. بس انا ذنبي ايه بقى انا في الفرهده دي بقى؟ مش كفايه عليا الضايق؟ بقول لك ايه؟ اعمل لي نشر باوصافهم وفرقها على كل الاقسام لحد ما اشوف انا بقى موضوع المخرجه بتاع الاعلانات دي اللي اسمها نور. نور مختار الجهيني؟ مختار الجهيني؟ طول ما انا موجود هنا مش هتشوف ترقية يا فاشل يا فاشل. انا مش فاشل يا مختار يا جهيني، انا ناجح وناجح قوي كمان. بوسه قوي. ماشي حبيبي، يلا باي باي. افندم سعاد الممرضه معاكي، اموري يا عسل. مراد الحناوي. اه يا حبيبتي محمود جوه، اتفضلي. انت مراته؟ لا انا بس عايزه اطمن عليه من فضلك. ليه يا حبيبتي؟ هو كان وعدك بحاجه اسم الله وخدي بيكي ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا انا بس عايزه اطمن عليه. بصي الموضوع ده يهمني جدا عشان فوقانه من غيبوبه فيها براءه واحد مظلوم. يا حرام. طب والمطلوب مني ايه؟ تطمنيني بس. بصي يا سعاد، صح؟ اه سعاد. بصي يا سعاد، خلي دول معاكي تكلمي. معلش عشان خاطري، عشان خاطري سعاد، صح؟ تستحلفي؟ اه. بيقول لي يا سوسو كل اللي عايزاه منك اول ما يفوق تكلميني بس تطمنيني، ممكن؟ خلاص ماشي حاضر. شكرا. تاخدي نمرتي؟ حاضر طبعا. عندك وقت؟ طبعا سيادتك مزنوق في قضيه وفاشل زي العاده، وعشان كده جاي عشان تستشيرني. لا يا معالي باشا، انا ناجح ونجح قوي كمان. أنا جاي أكلمك بخصوص بنتك. نور بنتي؟ أولاً ساعدت مجرم خطير جداً على الهرب، حاول قتل مراد الحناوي وخطف ابنه. أظن سمعت عن القضية دي ولا إيه؟ السمع تقل ولا إيه؟ إيه إيه؟ إيه في إيه؟ عاوز أفهم مالك؟ ثانياً هي كانت آخر حد مع المجرم ده هي والبيبي. أظن كده بقى إيه القضية مترستقة ومتسنتقة ومتسنتفة على الحنتوفة، وإن شاء الله بإذن الله إعدام بالميت كده إن شاء الله. ربنا يبارك لك في الإعدام إن شاء الله يا باشا. بس 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 وقفت. أنا زهقت منك. أنا كنت بتقول إيه؟ ألو نور؟ إيه في إيه؟ عاوز أفهم. افهمني بس يا بابا، علا بريء ما عملش حاجة. علا؟ هو ده؟ أيوه هو هو، بس في عصابة كبيرة أوي ورا الموضوع ده. عصابة؟ عصابة إيه يا بنتي؟ أنا عاوز أشوفك حالا. مش هينفع يا بابا، مش هينفع. العصابة دي مراقباني وأكيد عارفة عنواني. متراقبك مين؟ فاهمين يا بنتي إيه الحكاية؟ بابا أنا هكلمك تاني. سلام. يا نور يا نور. إلا مين النور اللي رزع في وشك السكة ده يا باشا؟ مكالمة مكالمة غلط يعني. نجروني. هتولعك. هتولعك. وأنت يا شنواني. نعم. إعمل لي مساج في إيديا. ايه ده؟ بقول في ده مش في رجليا. مش عرفوا برضو ما الاتنين قد بعض. ابو سليم اتنين في تمانية. ام الدنيا. وبعدين ده هيتقطع صوابع ايدي بس. انت بتقطع ببقك. امال اعمل ايه؟ اسمع الكلام بقول عليه. اسمعوا بقى. بقى علا ده بيلعب لعبة كبيرة ومش على مقاس. ليه ان شاء الله؟ 44 وش عريض. مع انه رفيع وبوز. وبعدين بيعمل عمايل مش كويسة. يرضيك يا استاذ ابعت له على الخاص امبارح على الفيسبوك بقول له هاي ممكن نتعرف. يعمل سين وما يردش عليا. سيد اتنين في اربعه. علبه مربعه. ده حضرتك اتنين في اربعه بثمانيه. اجابه صحيحه.
شايف الإجابة أخرقه؟ أخرقه؟ بعدين إحنا عايزين نعرف مكانه عشان هو واد لعيب وإحنا بنحب نلعب مع مين؟ مع مين؟ مع اللعيبة الهدافين. لا مليش في الهدافين، ليا في المدافعين. مع إنك شكلك مهاجمين. وبعدين هو لو لعيب بجد يسلمنا الواد، وساعتها مش هنكفوا لوحده، هنكافئكم انتوا كمان. يلا بقى يا حبايبي انطقوا، فين علا؟ علا فين بقول؟ كده محدش عايز ينطق. طب انا بقى انطقهم بنفسي. انا والشيفه. قوم بقى اقف لا شبح كده. ايه ده، في ايه؟ اقعد تاني. ما حضرتك ده كان زيك كده بالظبط، بس قعدنا بقى من الشبح. بقولك يا عسل، تعالى اقعد جنبي هنا. لا معلش، اصل ابو سليم طبعه حامي حبتين. لا ابو سليم ده ورواشك يا ابو سليم. انا هخلي ليلتك تطير. ده انا هستدرجه يا ابو سليم. خلاص اعتبرينا مش موجودين. تيجي احكي لك حدوته حلوه؟ احكي لك عن علاء الدين ولا احكي لك عن جحا؟ تيجي احكي لك عن سوبرمان؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ انت احلى مني. ومفيش اي حاجه عن علا بعد كل اللي عملته معاكي؟ بودي ده انت قاسية قوي. بودي عايز يبقى زي مين؟ سوبرمان؟ نفسي تملى الكون يا ابو قلب صغنون، حب وفرح وخير، عايزك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. نفسي تملى الكون يا ابو قلب صغنون، حب وفرح وخير، عايزك طيب من الناس قريب زي بتوع الاساطير. ايوه يا منير، ماشي المراقبه، انا اللي هراقب مختار الجهني بنفسي. بقولك ايه، لو غبت اكتر من ساعتين بلغ البوليس. لاش انا مراقبه كويس، بقاله ساعتين ماشي ورايا. انا دخلت كافيه عشان اعمل حركه لولبيه كده وازغ منه. ما تقلقش انت، تقلقش تقلقش. مختار عايز واحده من دي ليه فيها بص جمبري بقى، تاخد معايا خليل يا جميله دي. بص ولا تشرب حاجه، تشرب معايا حاجه. انا لا هاكل ولا هشرب ولا هتسمم، انا بنت في خطر. يا راجل بقول لك بنت في خطر. العصابه دي اصلا مش عصابه بن عليها سهله، لا عصابه رزله وهتتعبنا معاها. تيجي دلوقتي بتشتميني في سرك وبتندمي على اليوم اللي انت عرفتيني فيه. ليه بتقول كده؟ أنا فاشل وفشلتك معايا، جبت لك المشاكل لغاية عندك. على فكرة يا علا، مفيش حاجة اسمها أنا فاشل. في حاجات صعبة بتقابلنا في الحياة، بس إحنا لازم نعديها ونعدي الفشل معاها. وعلى فكرة أنا لو مش مقتنعة ببراءتك ما كنتش عملت أي حاجة من اللي أنا عملتها. بجد؟ ما بهزر. تعرفي يا نور؟ ايه ده؟ سبحان الله، خدت بالك؟ قال بقولك يا نور يعني وكده، عادي يعني صحاب يعني وكده. تعرفي حبيبتي؟ حبيبتك ايه؟ الهبل ده. انت بطنك بتزغن ولا انت جعانه؟ بطنك بتزغن. الموبايل. استنى دي الممرضه. شوفيها بسرعه. يا زهر اوعى يا اخي، مراد الحناوي شكله فاق. رد عليها بسرعه. الو؟ ايه جميله.
يا حبيبتي فوق وبقى زي الفل. يلا مستنيينك على طول. لا ما تتاخريش، هم نص ساعه وتيجي. ماشي حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. كده تمام؟ متشكرين يا ست البنات. تسلمي يا قمر. يا ست ايه ده يا حبيبتي؟ لا سوري يا ماما، ما باخدش الا باكو. ما بتاخديش غير ايه؟ باكو. باكو باكو شمعدان ولا لمباده؟ ملعونه. الكشك اللي دخل عليا ده حسني ملازك هوليه. اسم الله عليك يا انا مقطوره. خلصوني، انا ما باخدش الا بالدولار. انت عارفه الدولار وصل كام؟ كام؟ 10 و10. 10 و10؟ ده انت كده متاخر. برضو ما ينفعش الباكو يبقى اخضر، خليها احمر. وهو بيننا يعني وبيننا بعدينا. ده يا حبيبي الاحمر ده خليه لكم. جرى ايه يا وليه انت؟ احنا عاملين من الصبح لوكلوك معاك عشان تحمريهم. ما تحمريهم وفكك من الاخضر. ولولوا عليك ساعه ونفضوا يا بعيد. تصدق بعد الجمله دي هخلي من الوليه اقول لها ما تجيش؟ لا استني الباتشينو. ايه يا لبان؟ هات الباكو. اتفضلي الباكو يا هانم. تسلم. يلا بينا يا رجاله. ايه ده؟ ايه ده يا حراميه؟ نور. احترمي نفسك. احترمي نفسك. احنا حراميه. نور. لا انتوا بتدوني ورق نتيجه، ده انا هوديكم 60 ده. انا مؤاخذه يا استاذه، اصل احنا النهارده معناش غير مزيف. فوتي علينا بكره. ده انتوا جايين تستظرفوا بقى. طب انا بقى هكلمك. لا ابو سليم كده الامور هتبوظ. اديها الفلوس. حاضر يا حياه النفوس. اتفضلي يا اميره التيوس. يلا بينا يا جاموس. ارجو العرفه جتتها. الله يحفظك. الله السنيوره شرفني. يلا قوموا وروني الياقه. ام الدنيا مقدرش على زعلك يا جميل. ماما هترد اهي يا حبيبي. برضه ما بتردش. لا العمل ده يا ربي. العمل ايه؟ لا ايوه. الو السلام عليكم. عم عماره الحقنا. عم عماره انا علا. بقول لك ايه؟ كله في الامان؟ امان الامان، ما تقلقش. حتى الضابط اشرف حاول يراقبني ويمشي ورايا كده. زغت منه في اول الشارع. هو بيشتكي من ايه؟ هو سخن حضرتك. نعم سخن. سخن. اوعى تكون بتاكله من الشارع. لا طبعا، هو ده شكل واحد ياكل من الشارع. انا بس اللي باكل من الشارع. ما هو باين عليك. عموما الموضوع بسيط، اطمنه. ثانيه واحده. اما عمره انا قلقان قوي. ما تقلقش. العنكبوت النونو خطفت قلبه عنكبوتة، من يومها جن جنونه تلخبط عقله لخبطوطة. العنكبوت. يا دكتور شكوكو، ايه اللي العنكبوت النونو لخبط؟ طمنا على الواد. لو سمحت سيبنا اشوف شغلي. من فضلك سيبه يركز يا اخي. اتفضل يا دكتور. العنكبوت النونو خطفت قلبه عنكبوتة، من يومها جن جنونه تلخبط عقله لخبطوطة. العنكبوت النونو. ده مسرح العرايس، ده مش عياده. هاتولي الكلب ده. ما تنزل رجلك دي. قلتلك نزل رجلك. لما حضرتك قلتلي نزل رجلك دي وشاورت على دي وانا نزلتها وحطيت رجل دي وانت سقفت بعديها، غلطت دلوقتي؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل اهو. من ساعة ما دخلت عليا المكتب. ايوه هو بوز الاخص ده بيبوزك المنايل البنيله ده والمصايب عماله بترف عليا. مصيبه ورا الثانيه، مصيبه ورا الثانيه. يا مختار بيه، هم مصيبتين اتنين بس، الشركه وخطف بنتك. خلاص خليتهم مصايب ومصيبه ورا الثانيه. مصيبه ورا. انت بتطلع اصلا انت يالا؟ يا عينك جفاك يا اخي. ده التليفون. التليفون بيرن. فين تليفون؟ انا فين ايه اهو. رد. حاضر. ما تردش. حاضر. الله عرفت هترد تقول ايه يا زفت. ايوه حفظت كل حاجه ومن غير تقطيم بقى. حاضر. رد. حاضر.
الو اتس مي يو لوكينج فور. البوس بيقول لك لو خايف على حياة نور هات البيبي وتعال. وطبعا البوليس ما يعرفش حاجة عن الموضوع. انا بنتصل بيك في الميعاد المناسب عشان نحدد معاك الزمان والمكان. ماشي اوكي يلا. بس بقول لك اي خيانة هتحصل لي وهتقتلوني في بطني انا مش هسكت لكم. ماشي يلا. لا اله الا الله. لا الا الله. انت بتكلم خطيبتك؟ ايه ده؟ تمويه تمويه. جهز القوه. قال لك فين؟ جهز القوه. قال لك فين؟ سامح وحسين. انت بتعرفني على نفسك؟ قصدي في ميدان عام يعني جنب كابينه تليفون عمومي. حلو قوي. طيب اعملوا حسابكم بقى ان انتوا اللي هتكملوا الدين ده وهتتفقوا مع الحيوان اللي اسمه علا وتستلموا البيبي. ليه بس كده كبير؟ ده انت الخير والبركه. معلش يا حلوه، اصل جالي اوردر تصوير من مكان تاني قالوا ان هم واقفين عليا. اسامحيني. يعني مش هنشوفك تاني يا بوش. نتقابل في العرض الخاص يا حبيبي. يلا مع السلامه يا بوش. سلام يا بوش. سلامه لسامي. سلام يا بوش. سلام يا اوفر. سلام يا بوس. سامحيني يا حبيبتي. بابا بص بنات، ده انا قد بيتك يعني يا بوس. مش كده، ده انت قد ولادي كلهم. بس معلش اصل المدام بتيجي معايا العرض الخاص. ماشي بالاذن يا ولاد. اسلم على البنت الغلبانه دي. طب اسلم ازاي؟ الله يسامحكم، مربطين ايد البنت. اضطر ابوس بقى وربنا يسامحنا انا. تعالى جميل. اوعى. ده انا عجبك قوي. تعالى. شعري شعري. شعري. سادي سادي. لا سادي محمد. مش عارف ليه حاسس انه اوفر. يلا هو مش دافعين. القوات تتحرك وتستنى مني اشاره. خلي بالك ممكن ده يكون تمويه. عارف. اقول لك على حاجه بقى، انا اكيد هيتكلموا في التليفون بتاع الكشك. صدق بالله ان انت اول مره تفكر صح. لو ربنا دي تاني مره. قول. السلام عليكم. ايوه يا ابني استعجل، الراجل اللي بيتكلم في الكشك ده اخلص. بتقول ايه؟ وربنا لا اقتلك. انا هقتل. العمليه تخلص وهقتلك. هقتلك. خلاص يا سيدي. حاضر. لا مش كفايه مش حاططيننا من كابينه الكشك. سلام. لا اله الا الله. لو سمحت خلص ورانا عمليه. هش هش. ايه؟ لا واقف ناموسه وراك يا عم. انجز يا عم. لا ده انت ظاهر عليك بقى جزمه مش هتيجي غير بالضرب. اخلص. ياه شوكت يا محاسن الصومص. تعالى. لا مش جاي. تعالى. لا لا لا. فاضي يا اسطى؟ انا على طول فاضي. اركب. الصلاه على النبي يا استاذ، انت اول زبون يحط رجله في العروسه الحلوه دي. على فين ان شاء الله؟ ما اعرفش، هنعرف كمان شويه. اثبت اثبت. عليها صوت عليها صوت. الو السلام عليكم. ايه المكان بقى؟ فين فين؟ ما بيردش عليا الحيوان. مش انا قلت لك ده غبي وهيبوظ لنا الماموريه كلها. استنى استنى رد اهو. ايوه ايوه يا ابني. المكان فين انت؟ المكان فين؟ طب اقفل، احنا جايين اهو. اقفل. يلا روح بقى المكان اللي قال لك عليه، وانت خلي القوات كلها تحصلنا. ده يا مختار باشا
انا القائد هنا وانا اللي بنتي اتخطفت ومش عارف يحصل لها ايه. ما تزعق ليه؟ ده ايه ده؟ بس بس يا سواق الخبرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. انزل. حسبنا الله ونعم الوكيل. انزل. يا نهار اسود يا نهار اسود، ايه اللي عمل في العربية كده؟ وانا اللي كنت سايق. مش ماشي يا عم على العروسة. عروسة ايه يا عم؟ ده ما حصلتش عروسة المول. عروسة المول حرام عليك، ده عليها قصاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. امسك يا ايه دول؟ ده العداد بتاعك. عداد ايه؟ مش لما يبقى في عربيه يبقى في عداد. يا تخليهم معاك يا. طب وانا عامل بيهم ايه دول؟ مسمارين وشبطهم. اشبط مين يابا؟ ده انا اروح فين احسن؟ امسك يا عم. هات بوزك الفقر ده. انا برضو حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. القوات تتحرك وتستنى مني اشاره. الله يخرب بيتك يا علا، نهايتي كده في وسط الميل. ومعايا We'll be right back.
سلامتك حبيبي بابا. ألف الحمد لله بالسلامة يا حبيبتي. حصل لك حاجة؟ فيك حاجة؟ الحمد لله. بلا علا بلا زفت. هو اللي جاب لنا وجع القلب. أنا عايز لفة كمان. يلا يا حبيبي إحنا هنهرج. هي حلوة؟ أوي يا باشا أوي. شغل يا ابني. نور كانت قالت لي إن أنت بتصنع عرايس. وأنا بقى عشان كده قررت أعمل مصنع لتصنيع العرايس تكون أنت مدير. يا حبيبتي يا نور. قصدي يا حبيبي يا مراد بيه. بس أنت يا ولا موهوب جدا. وأنت عسولة جدا. شاطر. أنت فعلا موهوب ولازم تاخد فرصتك في النجاح. المهم بقى شطارتك وذنبتك. تسرعوا في إنشاء المشروع دوا قبل ما أسافر أنا وبطل. يا حبيبتي يا نور. إيه؟ قصدي يا حبيبي يا بودي. إيه ده؟ هو فين بودي يا مراد بيه؟ ممكن اروح اسلم عليه؟ اتفضل. تعالي هنا يا بنت مش عشان يعني انك خضر اقعدي. خلاص. مش قلت لكم ان انا مش فاشل؟ اهم حاجه انك تبقى عارف قيمه نفسك وقدراتك كويس جدا واوعى تياس. حاضر. ايوه يا عمار. نعم. ايه يا سيدي الف مبروك على نجاح المشروع. الحمد لله. الله يبارك فيك يا رب. عم عماره كله بنفس. الله يخليك. انت تقدر كده تصور نفسك وسايب الدنيا تضرب تقلب؟ ما انا لسه ما قلتلهاش. ها؟ لسه ما قلتلهاش. قولها. لا قولها انت. مالي انت؟ خليك واقف. قولها. مالي انت؟ حاجه زي كده. حلوه. اهلا اهلا. انا هروح انا عشان عسل. عم عمار. ازيك يا نور؟ ازيك يا لولو؟ نور انا كنت عايز اقول لك حاجه. يعني لا انا اللي كنت عايز اقول لك حاجه. والله؟ طب ماشي قولي. ولا اقول لك؟ قول انت الاول. لا قول انت الاول. لا قول انت الاول. لا قول انت الاول. لا قول انت الاول. قول انت الاول بقى واخلصي. قول انت الاول. قول اخلصي بقى. قول. ماشي. لا عايز اعرفك على خطيبي. ايه قول. عايز اعرفك على خطيبي احمد. احمد خطيبي علا. علا؟ ايوه علا التارية. التارية. مبروك المشروع. الله يبارك فيك. الله يخليك يا رب. وانت الف مبروك يعني. عقبالك ان شاء الله. وكان فين بقاله كتير يعني؟ كان مسافر. احمد كان مسافر ولسه راجع. قلت لازم اعرفك على بعض. ليه رجع؟ خد العسلامة. الله يسلمك. الله يخليك. اتفضلوا. يلا يا بيبي. اتفضلوا. باي باي لولو. مع السلامة. مخطوبة لصباع طباشير؟ عادي على فكرة. عادي جدا انها تتجوز احمد. ايه؟ ما الجواز اسمه نصيب. ده مش فشل مني ولا حاجه. مبروك يا استاذ علا. انا معجبه جدا بمشروع حضرتك. ها؟ ايه رايكم؟ مش لسه قايل لكم حالا ان الجواز اسمه نصيب؟ باي. ايه حواديت؟ ايه اساطير؟ ايه هتبوظ لنا الواد ده ليه؟ حواديت ايه اساطير؟ ايه هتبوظ لنا الواد ده ليه؟ انا عنتر طول عمره ملوش لازمه. عبده موده خد منه الجزمه ثبته فرنسيس. كان ماشي هزر رمسيس.